أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تطورات التحركات الأمريكية بشأن الموقف اليمني وإمكانية إعادة الزخم الذي فقد خلال المرحلة الماضية وما يمكن أن يأتي به من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة إلى المنطقة لبحث ملفات عدة على رأسها اليمن. وقالت الوزارة في بيان لها إن بومبيو سيزور أبوظبي والرياض ومسقط والكويت لإجراء محادثات حول الأزمة اليمنية وبحث نتائج الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق السويد. وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يسعى لجمع الأطراف والتحالفات الإقليمية في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي لنفوذ إيران في المنطقة. في ذات السياق، كشف دبلوماسي أمريكي عن موافقة مجلس الشيوخ على تعيين سفير جديد في اليمن خلفا للسفير الحالي ماثيو تولر. وقال السفير جيلارد فريستاين في تغريدة على تويتر أن المجلس وافق على تعيين كريستوفر بول هنزيل سفيرا لواشنطن لدى اليمن، ويشغل هنزيل حاليا منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بالسعودية، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2016. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن يأتي به الحراك الأمريكي الأخير من تطور في ملف الحرب في اليمن؟ وهل يمكن التعويل على مثل هذه التحركات في ضوء المراوغة التي تبديها الميليشيا مع المساعي الدولية؟ ترقب واهتمام بشأن التأثيرات المحتملة لأحدث جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المنطقة على تعقيدات الملف اليمني متعددة الأوجه في ظل ما يراه المراقبون فشلاً محتملاً لاتفاق السويد. فملف الحرب في اليمن أشير إليه ضمن ملفات عديدة من المقرر أن يبحثها وزير الخارجية الأمريكي خلال جولته التي ستشمل الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتصدرها ملف الأزمة الخليجية والوضع في سوريا والموقف من إيران، مع إشارة واضحة إلى أن محادثاته في كل من الرياض وأبوظبي ومسقط والكويت ستتناول الأزمة اليمنية وبحث نتائج الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق السويد. منذ أن غادر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس منصبه على خلاف كبير مع الرئيس ترامب، خفت حدة الاهتمام الأمريكي بتحقيق انفراجة في الحرب الدائرة في اليمن والرغبة في الضغط على الأطراف للذهاب إلى سلام حقيقي في المدى المنظور. لكن المراقبين ينظرون باهتمام إلى الدور الذي سيطلع به مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية في توجيه السياسات الأمريكية لتأخذ شكلاً أكثر تأثيراً حيال الحرب في اليمن، ومن زاوية الغضب المتنامي على السياسات السعودية الإقليمية وعلى خلفية جريمة مقتل الكاتب السعودي الشهير جمال خاشقجي. تدفع الأمم المتحدة بكل إمكانياتها الدبلوماسية لإنقاذ اتفاق السويد الذي يبدو أن أهم بنوده والمتعلقة بالحديدة تواجه تحديات خطيرة تهدد بفشله كلياً، الأمر الذي دفع بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى بدء زيارة متزامنة إلى المنطقة. فقد أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي بنيويورك أن الاجتماع الثالث للجنة التنسيق إعادة الانتشار في الحديدة سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن رئيس اللجنة الجنرال باتريك كاميرت حث الأطراف على تخفيف القيود المفروضة على العمليات الإنسانية وتعزيز وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث الأممي أن الأطراف اتفقت خلال الاجتماع على تفعيل آليات الرصد والمراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة، وهو من نوع التصريحات التي تبقي على الباب مواربًا في الوقت الذي تؤكد المعطيات الميدانية أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى أي اتفاق بشأن إعادة الانتشار، فيما تستمر الخروقات الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، وسيكون معنا من لندن الدكتور محمد جميح. أبدأ مع الأستاذ عبد الناصر، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وتحية لك وللدكتور محمد. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. يبدو أن هناك اهتمام جديد وعودة جديدة للموقف الأمريكي للملف اليمني، وهناك تحرك لوزير الخارجية الأمريكي في المنطقة. برأيك ما الذي ستثمر عليه هذه التحركات؟ يعني كما يبدو يعني هذا في نفس السياق الإدارة الأمريكية وحتى الإدارة الأمريكية السابقة تقريبا لديهم تصور واضح ومحدد بأن الحرب بشكلها الحالي ليس لها أفق،
وبأنها بمعنى من المعاني هي غير راضية عن الحرب، ولكنها لأسباب كثيرة كانت في أكثر من مناسبة مضطرة بأن تدعم حلفائها السعودية والإمارات في هذه الحرب. لكن في لحظات معينة نجد أن الموقف الأمريكي يتخذ منحا آخر، كما حدث عندما وصلت القوات إلى مدينة الحديدة. الموقف الأمريكي والموقف الدولي بشكل عام كان ضد حرب الحديدة لأسباب كثيرة، الجانب الإنساني هو أحد هذه الأسباب، وبالتالي تم إيقاف هذه الحرب. وكان من نتائج أو من الأسباب التي أدت أو نقول الخطوات الإجرائية لوقف الحرب كانت هي اتفاقية السويد، أو نقول مذكرة السويد لأنها ليست اتفاقية، والتي تم فرضها من قبل الأمريكان تحديدا على الجميع وعلى على السعودية وعلى الإمارات. تم فرض هذه الاتفاقية وتم تعميدها بقرار مجلس الأمن. نعم. وبالتالي الموقف الأمريكي هو على حاله فيما يتعلق بهذه النقاط، رغم أن هناك ما يبدو تضارب بين أهداف أمريكية متعارضة. أمريكا من ناحية تريد أن تخد من النفوذ الإيراني وإدارة ترامب وفريقه الخاص الذي من ضمنهم وزير الخارجية، يريد الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنهم فيما يتعلق باليمن ليسوا مستعدين للذهاب إلى الدرجة التي يدعمون فيها السعودية والإمارات لتخوض حرب أيا كان شكلها ووسائلها. لهذا هم يقفون في بعض تفاصيل هذه الحرب، وتحديدا فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية. نعم. طيب، ابقى معي عبد الناصر. ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الدكتور محمد جماح من لندن. مساك الله بالخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور محمد. إذا أنت قراءتك لهذا التحرك الأمريكي الجديد بعد التغييرات التي حصلت في الولايات المتحدة، وصول الديمقراطيين إلى الكونجرس، وكذلك تعيين وزير خارجية، يعني وزير الخارجية سيصل إلى المنطقة لبحث العديد من القضايا على رأسها الملف اليمني، ما الذي سيحدث هذا التغيير برأيك؟ طبعا الإدارة الأمريكية تواجه سلسلة من الأزمات، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، ومن الخارج ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والبلدان العربية. هذه الجولة تأتي في محاولة من الإدارة الحالية لكسب مزيد من النقاط، وطبعا هي إدارة جمهورية، في مواجهة الضغوط الديمقراطية الداخلية. أنا أعتقد أن الغرض الأساس لهذه الجولة تحديدا، بغض النظر عن المصالح الأمريكية، لكن لهذه الزيارة أيضا أهداف ورسائل داخلية للداخل الأمريكي في مواجهة الديمقراطيين في الكونغرس، والذين باتوا بالطبع يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي في مقابل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ. الإدارة الجديدة تشعر بأنها تتضاءل قوتها الداخلية، إن بتكاتب أوراق الضغط للديمقراطيين، وإن بالاستقالات المتوالية التي ربما كانت هذه الإدارة من أكثر الإدارات الأمريكية تقديما بالنسبة للمسؤولين يقدمون استقالاتهم سواء من البيت الأبيض أو من وزارات أخرى معنية، على خلفية الخلاف بين ترامب تحديدا وبين عدد من الجمهوريين وكل النواب الديمقراطيين. نعم. في الكونغرس الأمريكي. نعم. لكن هذه الزيارة ربما يريد منها الرئيس الأمريكي إعادة البوصلة بالنسبة له، بحيث توجه الأمور في إطار أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تقود العالم، وبأنها لا تزال معنية بأمور المنطقة. هذا فيما يخص الأبعاد أو الرسائل الخارجية، وهي كما قيل أيضا رسائل تطمينات لحلفاء واشنطن في المنطقة بأن واشنطن لا تزال قريبة منهم رغم ما حصل من رسائل خرجت نتيجة الانسحاب أو الإعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكذلك انكفاءات أمريكية هنا وهناك بسبب الضغوط الداخلية الأمريكية وبسبب تخبط إدارة الرئيس ترامب وعدم وضوح سياساتها فيما يخص منطقة الشرق الأوسط. نعم. طيب، هذا التحرك هل يأتي دعما للتحرك الذي سبقه، هو التحرك البريطاني الذي انتهى بمشاورات ستوكهولم،
وربما إلى الآن لم ينفذ أي شيء من تلك التحركات البريطانية، أم أن هناك رؤية أخرى للولايات المتحدة تريد فرضها للأزمة اليمنية مؤخرا؟ أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية يعني كانت هي طبعا لم تكن جزءا من التحالف، وإن كانت جزءا بمعنى شريكا تجاريا تبيع الأسلحة، لكنها كانت فيما من قبل يعني كانت شريكا فيما يخص المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي الذي انقطع منذ شهور. لكن الإدارة الأمريكية لا شك أنها يعني كانت تريد أن ينتهي الوضع في اليمن في أقرب فرصة ممكنة، وبما أنها في تصوري رأت أن الوسائل المتخذة في سبيل الحسم العسكري أصبحت تسبب ضغطا داخليا على الإدارة بسبب الكلفة الإنسانية وبسبب الأخطاء في الضربات الجوية، أرادت الإدارة الأمريكية مؤخرا أن تنسجم ليس مع الموقف البريطاني وحسب، وإنما مع الموقف الأوروبي بشكل عام الذي كان مبكرا جهة الدعوة إلى وقف الحرب في البلاد، رغم أن الإدارة الأمريكية فيما مضى كانت تفضل إعطاء مزيد من الوقت من يعني نعم. فرض واقع عسكري هنا وهناك في هذه المنطقة وتلك من اليمن. لكن بعد أن وصل الأمريكيون إلى خلاصات مفادها أن الوسائل المتاحة عسكريا في اليمن لم تعد مجدية وأن الأخطاء أصبحت لا تحتمل، ربما تقارب الأمريكيون مع الجانب البريطاني وأصبحوا يشكلون ضغطا على الحكومة وعلى التحالف، وتبين هذا الضغط فيما يخص ملف الحديدة عندما توقفت المعركة والمقاتلون على أبواب ميناء الحديدة. لكن ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية دكتور محمد، ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية والتحرك لوزير الخارجية الذي سيكون مؤخرا في الشرق الأوسط هو من أجل الحد من نفوذ إيران. كيف يمكن إذن فهم الحفاظ على حليف إيران ودعمه في اليمن في المقابل يعني تعلن بأنها تريد الحد من التواجد الإيراني في المنطقة ودورها الكبير الذي ظهر مؤخرا؟ طبعا ونحن يجب أن نفهم شيئا واحدا، نعم، أن الولايات المتحدة والغرب بشكل عام هم لا يريدون إيران ضعيفة ولا يريدون إيران قوية بشكل مبالغ فيه، يريدون إيران قوية إلى الحد الذي يهدد العرب حتى يظل الحلفاء العرب لواشنطن ولدول غربية يظلون في حاجة إلى مزيد من استيراد الأسلحة، وبالتالي من هذه النقطة إيران مهمة جدا بالنسبة لواشنطن جهة أنها ينبغي أن تظل بعبعا قويا يهدد الدول العربية بما يلجئ هذه الدول إلى واشنطن. لكن إيران ليس مرضيا عن أن تكون قوة إقليمية تهدد الأمن الإسرائيلي أو المصالح الغربية، وهنا الشعر التي تلعب عليها واشنطن، أنها تريد إيران قوية بالقدر الذي يهدد العرب وتريد إيران ضعيفة بالقدر الذي لا يهدد إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. وهنا تلعب واشنطن لعبة مزدوجة، فهي من ناحية تهدد الإيرانيين ومن ناحية تفرض العقوبات على الإيرانيين لتقليم المخالب الاقتصادية والعسكرية أيضا جهة الاستثمار في البرنامج البالستي والاستثمار في البرنامج النووي. نعم. واشنطن بالتأكيد أن يتقلص هذا النفوذ أو هذه القوة الصاروخية. لماذا؟ لأنها تهدد الحلفاء في إسرائيل، ولأنها أيضا ربما تهدد بعض المصالح الغربية والأمريكية تحديدا في المنطقة. لكن ما عدا ذلك لا تفرض إيران أو ليس لدى واشنطن أي حساسية جهة القوة البرية الإيرانية، جهة الكثافة الإيرانية في نعم. إيران، جهة أيضا حتى الحوثيين الآن الذين بدأت واشنطن تنظر إليهم على أساس أنهم جزء من الحل، رغم أنهم يعتبرون قليعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن. نعم. لكن أقول بأنه بعد أن وصلت واشنطن إلى خلاصات مفادها أن العمليات العسكرية أصبحت من وجهة النظر الأمريكية لا تؤتي ثمارها، فربما نظرت أمريكا من زاوية أن الحل السياسي يمكن أن ندمج الحوثيين داخل العملية السياسية، ويمكن كما صرح أيضا وزير الدفاع الأمريكي نفسه بأنه ينبغي إبعاد الحوثيين عن إيران على اعتبار أنهم يمكن أن يدمجوا في العملية السياسية ويبتعدوا عن إيران، وبالتالي لا أرى هناك تناقضا في الموقف الأمريكي وموقف منسجم،
ويريد إيران مهددة للدول العربية لتلجأ هذه الدول لواشنطن. نعم. ولكنه لا يريد إيران قوية تهدد إسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع، ومعذرة على التأخير أستاذ عبد الناصر لأننا مجبرون بتوديع الدكتور محمد. طيب أستاذ عبد الناصر، أنت هل تتفق مع وجهة النظر التي طرحها الدكتور بأن هناك يعني تناغم إلى حد كبير مع الموقف الأمريكي بالنسبة للأزمة اليمنية، وهي تريد إيران فقط قوية لتهدد بها العرب ولا تكون بالشكل الأكبر الذي ربما يشكل خطر على دول العالم بأكملها، أم أنها سياسة أمريكية واضحة تدعم الحوثيين بغض النظر عن الموقف أمام إيران؟ يعني ليس للقرارات السياسية بعد واحد أو جانب واحد. نعم. وبالتالي هناك جانب من داخل الإدارة الأمريكية داخل المؤسسات يرى بأن إيران الشيعية هي موازي موضوعي للإرهاب السني بشكل عام في المنطقة، ولهذا وجدنا هذا الفريق كان داعم لتحركات إيران ضد داعش في العراق، وسمح للعراق يعني كانت الحرب ضد داعش على الأرض قوات مدعومة من إيران وفي الجو طائرات أمريكية وغربية، وبالتالي هناك تناغم في بعض الملفات. أيضا هناك تجار الأسلحة واللوبيات تجار الأسلحة من مصلحتهم أن تبقى هذه المنطقة التي تمتلك فوائد مالية ضخمة أن تبقى منطقة غير مستقرة من أجل الحصول على المزيد من الأسلحة من اللي تأخذ هذه الفوائد المالية. وفي أيضا فيما يتعلق بالنظر للحوثيين، الحوثيين في اليمن لا تنظر لهم أمريكا منذ البداية بأنهم خطر على مصالحها. البعض داخل الإدارة الأمريكية ويرى بأن الحوثيين قوة موضوعية معادلة للإرهاب السني في اليمن للقاعدة وغيرها، وبالتالي هم لا يرون فيها مشكلة. قد يكون المشكلة لديهم بأنها ارتباطها القوي بإيران وأن لا تكون أداة إيرانية 100%، ولهذا كما ذكر وزير الدفاع السابق بأنهم يريدون أن يبعدوها من إيران، وهذا توجه. نعم. داخل حتى داخل الحركة الحوثية هي تغازل السعودية دائما، والحوثيين لديهم استعداد بأنهم سنبتعد عن إيران مقابل أن تعترفوا بنا كقوة رئيسية في اليمن. نعم. الشيء المهم من كل هذا فيما يتعلق باليمن أن الحرب فشلت، الحرب فشلت بأدواتها وبأساليبها التي شنت، يعني شنت الحرب من قبل السعودية واستخدمت أدوات خاطئة، أتت برئيس فاشل ليس لديه لا قدرة لا يمكن تفعيله، وهي لم تفعله وهو لا عمليا لديه قصور ذاتي بأنه لا يمكن أن يفعله، وبالتالي وقامت بديلا عن هذه السلطة بديلا عن سلطة شرعية حقيقية قامت ميليشيات هنا وهناك أو تنظيمات حزبية هنا وهناك، لكن هذه ليست وسائل فعالة لمواجهة الحركة الحوثية التي استولت على مؤسسات دولة. الحوثي لا يحارب بآليات حرب عصابات، الحوثي كان كذلك عندما كان في صعدة عندما قبل أن يصل إلى صنعاء كان يحارب كحرب عصابات كتنظيم كميليشيا، لكن بعد أن سيطر على صنعاء وسيطر على مؤسسات الدولة أصبح يحارب مؤسسات دولة. نعم. الحل الواقعي والفعلي هو أن توجد مؤسسات دولة، أن توجد قائد حقيقي للدولة ومشروع دولة يواجه الحوثي. طيب. لكن أن تواجه الحوثي بمقاومة هنا وهناك وميليشيات هذا يخدم الحوثي، وبالتالي وصلت الحرب إلى نتيجة بأنها لن تحسم بهذه الطريقة وأن الحوثي هو مستفيد منها. نعم. طبعا هذه التصريحات والتحرك لوزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط، أيضا سبقه أيضا تصريح لتحرك جديد للمبعوث الدولي مارتن جريفيث مع لالتقاء بأطراف الأزمة اليمنية في صنعاء والرياض. هل هذه الجهود ستكون في اتجاه واحد هي دعم لاتفاق ستوكهولم وتنفيذ ما اتفق عليه، أم ترى بأن هناك أجندة أخرى ربما يراد يعني تطبيقها أو طرحها على أطراف النزاع في اليمن؟
المبعوث الأممي لديه خطة أعلن عنها بأنه يريد أن تكون قضية الحديدة أولا تحييد المعركة في الحديدة ووقفها، وهذا ما تم في السويد وما تم بعد ذلك بقرار مجلس الأمن. الخطة الثانية أو المرحلة الثانية هي البحث عن إطار للحل النهائي، وهذا هو ما يسعى له الآن، والأمريكان وراه في هذا التحرك وكذلك الدول الغربية، وبالتالي الجميع هو يسير وفق هذه المراحل. لكن على الأرض المسألة تبدو صعبة جدا، ربما فيما يتعلق بقضية الحديدة ربما إلى حد كبير نجحوا في هذه الخطة، وهو توقيف الحرب في مدينة الحديدة. لا يعني هذا توقفها تماما بوقف إطلاق نار كامل، أيضا لا يعني هذا وجود معارك في محافظة الحديدة في جنوب مدينة الحديدة وغيرها من المناطق. لكن فيما يتعلق بمعركة الحديدة، تقريبا معركة الحديدة تم إيقافها وانتهت عمليا معركة الحديدة، وهذا الآن ما يسعى له المبعوث الأممي هو تثبيت هذه النهاية وجعلها نهاية تتم بشكل أكثر سلاسة. ولكن المرحلة الثانية هي مرحلة أصعب بكثير. نعم. وهي طيب فرض إطار للتسوية. هذا الإطار حسب ما هو متاح أو ما يمكن استنتاجه يقوم على إيجاد سلطة جديدة. هذه السلطة الجديدة يكون الحوثيين جزء منها، وبالتالي محاصصة بشكل من الأشكال، إيقاف الحرب بشكلها الحالي وتحويلها إلى حرب بشكل آخر. نعم. وهل تعتقد أن التحالف والحكومة الشرعية سيوافق على هذه الصيغة الجديدة التي كما تحدثت عنها ربما حرب ولكن بطريقة أخرى؟ يعني التحالف فقد كثير من أوراقه، الورقة العسكرية فقدها إلى حد كبير، ومعركة الحديدة وخسارته معركة الحديدة هذه هي أكبر ضربة، لأنها وصلت رسالة من العالم بأنه لن يسمح بأي حرب في مناطق كثيفة السكان، وهذا يعني بأن الحرب المسموح بها فقط سيسمح لكم بحرب في بعض المناطق النائية الخالية من السكان، وهي حرب استنزاف ليس لها أي أهمية. لكن عندما تقترب الحرب من أي مراكز سكانية كبيرة مثل صنعاء أو حتى ما تبقى من مدينة تعز، الحديدة، أيضا حتى الآن لو قربت الحرب إلى المدن الكبيرة في محافظة الحديدة مثل زبيد وغيرها، العالم سيتحرك لوقف الحرب، وبالتالي عمليا وصلت رسالة للتحالف بأنه غير مسموح لك أن تحسم الحرب العملية في اليمن عسكريا. هذا القرار الأصلي، ومن ثم يتفرع عنه ما دون ذلك يتفرع عنه أشياء كثيرة. أيضا السعي الآن لفرض تسوية سياسية، هنا يمكن للتحالف أن يكسب المزيد من الوقت، أن يعمل هنا وهناك، لكن ما دام قد تم إيقافه عسكريا فهو لن يستطيع أن يغير الخارطة على الأرض. يعني هو كان يحاول التحالف أن ينتصر في الحديدة، أن يأخذ مناطق جديدة في أكثر من مكان، ومن ثم يفرض على الحوثي، هكذا كان يعتقد، سيفرض على الحوثي واقع جديد. لكن الآن بعد أن اطمأن الحوثي بأنه لن تكون هناك معارك كبيرة، الحوثي الآن هو المستفيد وهو المنتصر من هذه الحرب، وهو لن يقدم على أي تنازلات. الآن السعي الغربي والسعي الأمريكي هو البحث من الحوثيين على أكبر قدر ممكن من التنازلات. يعني الآن هي ما يشبه تنازلات، الطلب من الحوثي بأن يكون أكثر مرونة، أن يقبل بصيغة ما. أما الطرف الآخر أوراقه ضعيفة جدا، لم يعد يمتلك أدوات ضغط فعالة وكروت فعالة، وهذا الأمر سينعكس على أن أداءه سيكون ضعيف في المجمل. ولكن سيد عبد الناصر، في سؤال أخير، هناك من يقول بأنه لا زالت هناك أيضا فرصة للحكومة الشرعية وللتحالف
لفرض يعني أو تحقيق نجاح عسكري إذا ما الميليشيا لم تلتزم باتفاقية ستوكهولم، ولو تحركت ربما لا عملوا شيء وكانت نقطة قوة بالنسبة لي للتحالف والشرعية. ما رأيك بهذا الطرح؟ لا لا، هذا الطرح لا ينسجم مع الواقع، لأن معركة الحديدة حسمت. معركة الحديدة أصبح هناك فيتو بأنها لن تحدث مهما كانت خروقات الحوثي، خاصة وأن الاتفاقية نفسها هي اتفاقية غامضة، هي تقول عن تسليم الحديدة للقوات الأمن المحلية، وبالتالي قوات الأمن المحلية لم تشر لها كانت قبل 2014 أو بعدها. قوات الأمن المحلية هي القوة الحوثية، فهذه الصيغة تخدم الحوثيين لا تخدم الطرف الثاني. إضافة أنه العالم، قلت لك، العالم لم يعد لن يسمح بأي معركة في الحديدة، معركة كبيرة في الحديدة، هذا مسألة محسومة، وبالتالي فقد التحالف كل أدوات الضغط الذي يمتلكها. ماذا يمتلك التحالف الآن ليساوم به الآخرين؟ غير مسموح له أن يصل إلى صنعاء، غير مسموح له حتى أن يأخذ ما تبقى من تعز، غير مسموح له أن يصل إلى المدن الكبيرة، وبالتالي فقد كل أوراقه العسكرية. هذا يشير كله إلى الخطأ الأصلي من 4 سنوات، وهناك أخطاء متراكمة الآن يدفع ثمن هذه الأخطاء المتراكمة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، وشكرا أيضا للدكتور محمد جميع كان معنا من لندن. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.